السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده يا معلمين؟ هنبتدي الجنرال نوتس، تمام، على اليونت، على يونت 13. اوكي، فيلا بينا نبتدي النوتس على طول ونشوف ايه الملاحظات اللي الكتاب المعاصر مركز عليها. ايه اللي معاه كتاب المعاصر وحابب يتابع معايا صفحة 115 115؟ اوكي، اول ملاحظة عندي كده سريعا، عايز يقول لي ايه الفرق ما بين كلمة trip وجيرني. تراب وجيرني هما نفس المعنى، يعني دي معناها رحلة ودي معناها رحلة. طب ايه الفرق ما بينهم في الاستخدام بقى؟ قال لي ان كلمة تراب دي معناها رحلة قصيرة الهدف منها الترويح والمتعة، رحلة قصيرة يعني ممكن رحلة كده كام ساعة، طالعين جنينة مع بعض او بارك مثلا، هنقضي نص يوم في مكان بره، فبيبقى الوقت بتاعها قصير. لكن كلمة جيرني معناها رحلة طويلة، بتكون بتستغرق وقت طويل والغرض منها هو السفر او الانتقال من مكان لاخر. فناخد بالنا في الفرق علشان نعرف نستخدمها في الجملة صح. دي معناها رحلة الوقت قصير، تمام كده، ودي معناها رحلة الوقت طويل، ممكن ان انا بقى بسافر او بتنقل من دولة لدولة او بروح من مكان لمكان وبتستغرق معايا وقت طويل. المثال اللي على كلمة trip هنا بيقول لي we went on a boat trip on the Nile. We went on a boat trip on the Nile. يعني احنا ذهبنا في قارب او مركب صغير كده كرحلة ايه on the Nile في النيل، تمام. لكن كلمة journey معناها ايه بقى؟ المثال بقى اللي جايبهولي بيقول لك ايه مثلا، هنا المثال في صورة سؤال بيقول لك what about your last journey to France. What about، ماذا عن، your last journey to France، يا ترى ايه اخبار الرحلة بتاعتك الاخيرة، your last journey يعني رحلتك الاخيرة لفرنسا، تمام. دي الكلمتين اللي معانا في اول نوت. نيجي للملاحظة التانية اللي معايا، عايزة اعرف الفرق ما بين كلمة covered with و covered in. واحدة واحدة كده، انا عارفة ان كلمة cover، تمام، معناها يغطي او غطاء، وكلمة دارجة وبنستخدمها كتير في يومنا. فهنا covered with جاي معاها حرف الجر with، وهنا covered in جاي معاها حرف الجر ايه، in. طبعا حروف الجر لما بتيجي مع كلمات معينة ممكن تغير معناها 360 درجة، فاحنا عايزين نعرف الفرق ما بينهم وهنستخدمهم ازاي. اول ملاحظة عندي بيقول لي ان كلمة covered with معناها ان مغطى، حاجة متغطية بس بشيء يمكن وضعه ورفعه، حاجة منفصلة عن حاجة، أنا مغطية حاجة بحاجة بس ممكن أشيلها في أي وقت، زي مثلا أنت نايم ومتغطي ببطانية، ماشي، مغطي مثلا راسك بكاب مثلا وهتشيله، فدي حاجة منزوعة مش متصلة، حاجة منفصلة ممكن إيه أشيلها في أي وقت. المثال هنا هيوضح لي أكتر. هنا بيقول لي he covered himself، يعني هو غطى نفسه، he covered himself with a blanket as it was cold، يعني هو غطى نفسه ببلانكت، بلانكت يعني بطانية، علشان الجو ايه كان بارد، تمام. فهنا البطانية طبعا ممكن تغطي نفسك بيها وتشيلها في اي وقت. لكن ايه بقى كلمة covered in بالحرف الجر in؟ معناها ان حاجة متغطية بس بجزء ملتصق لا يمكن رفعه، حاجة ما ينفعش ايه انزعها من شيء او اشيلها من على الشيء، زي مثلا الطيور. هنا المثال برضو بيوضح لي، بيقول لي ايه birds are covered in feathers. يعني ايه معنى المثال؟ يعني بيقول لي ان الطيور are covered in، الطيور جسمها مغطى بالايه، بالfeathers يعني الريش. طبعا الريش صعب ان انا انزعه من على الطائر طبعا، تمام. فده الفرق. هنا covered with حاجة ممكن اشيلها واحطها، اغطي بيها واشيلها، لكن دي حاجة ثابتة، حاجة ملاصقة للشيء. اوكي، لو قلبنا الصفحة هنيجي لآخر ملاحظة في النوتس اللي عندي. عندي كلمة all، the whole. all معناها كل، the whole برضو كل، نفس المعنى. طب ايه الفرق؟ نمسك كلمة كلمة. all معناها كل، تمام. طبعا انا عارفة قبل كده او قلت لكم قبل كده ان حرف الاي لما يجي وراه ال دايما حرف الاي بنطقه زي الاو، زي مثلا كلمة all اللي معايا دي دلوقتي، زي كلمة also، تمام، ذو، كلمات كتير، بس دايما معظم الكلمات
الاي لما يجي وراه حرف ال هضم شفايفي فيه كده زي الاو، وكلمة the whole طبعا هنا ال W silent انا مش هنطقها. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم. اول حاجة كلمة all بيقول لك ان هي معناها كل، وبيأتي بعدها غالبا اسم جمع. يعني انا لو شفت الكلمة دي الكلمة اللي هتيجي وراها على طول بيكون جمع، تمام؟ اسم جمع. هنا المثال بيقول لي ايه؟ All the pupils are at the break. يعني كل الطلبة او الطلاب are at the break، في ايه؟ في break، فسحة بقى او راحة زي ما تسموها. طيب فهنا الاسم ده الطلاب كلمة pupils هنا جت لي جمع، منضاف لها اس الجمع اهي، فهنا all جالي وراها اسم جمع. طيب لما اقول the whole هنا برضو ما بيقول لي ان هي معناها كل او جميع، بس بيجي وراها دايما او غالبا اسم مفرد، يبقى دي للجمع ودي للمفرد. طب نشوف المثال يوضح اكتر. بيقول ايه؟ the whole area يعني كل المنطقة، the whole area around our school is clean، كل المنطقة اللي حوالين around يعني حول our school مدرستنا is clean، كل المنطقة اللي حوالين المدرسة بتاعتنا نظيفة clean، تمام؟ فهنا area جات لي اسم مفرد، تمام؟ يبقى هنا جالي اسم جمع ورا all، هنا جات لي اسم مفرد، يعني حاجة واحدة بس حاجة كبيرة وانا بجمعها في الايه؟ في المجمل كده. زي مثلا انا عايز اقول ايه؟ كل المبنى مثلا لونه اصفر، هقول ايه؟ all the building ولا the whole building؟ طبعا هقول ايه؟ the whole building is colored with yellow color مثلا، اتدهن باللون الاصفر، تمام؟ منطقة كبيرة، ساحة واسعة، مساحة عندي حديقة عايز اتكلم عنها، فهقول مثلا ايه؟ the whole garden مثلا، تمام؟ فبيجي وراها اسم مفرد. اوكي يلا بينا ندخل على التمارين ونشوف الأسئلة جاية لنا ازاي في الجزئية دي، سهلة جدا. نمبر 1 هنا اختياري choose، تمام؟ فهنشوف. طيب أول مثال معايا نمبر 1 بيقول ايه؟ a space مسافة هنا gives the tourists some information about historical places. يا ترى ايه؟ gives the tourists بيعطي السياح او السائحين some information بعض المعلومات about historical places يعني الاماكن التاريخية. vet guide tourist teacher طبعا بقى فين حفظ الكلمات؟ مين اللي بيدينا معلومات عن الاماكن السياحية؟ اكيد المرشد. ايه؟ yes guide، تمام؟ number 2 I prefer prefer انا بفضل بحب حاجة I prefer افضل going on a what around the desert. I prefer going on a what around the desert school trip tribe clinic. طبعا انا بفضل ان انا ايه going on a trip تبع المدرسة، افضل ان انا اذهب في ايه في رحلة around the ايه حول ايه نتجول كده في الصحراء زي رحلات السفاري كده. number 3 Some deserts have a lot of sand. What? بعض الصحاري have a lot of فيها الكثير من ايه؟ طبعا الصحراء مليانة sand. ايه؟ sand mills waves dunes lakes اكيد طبعا ايه كثبان رملية كثيفة. number 4 If you have a sick animal if you have كلمة if هنا معناها إذا أو لو. لو أنت have a sick animal يعني لو أنت لديك أو عندك حيوان مريض، كلمة sick يعني مريض، ماشي؟ وهنا حرف ال C وال K لما يجوا ورا بعض بيدوني صوت واحد، بنطقهم كأنهم صوت واحد. sick animal go to the A. هنروح للإيه؟ للكيمست. شايفين هنا ال C وال H اتنطقت ك، كيمست كيميائي، ولا vet ميكانيك guide طبعا أكيد هنروح للإيه؟ للطبيب البيطري. number 5 space مسافة هنا في الأول give us meat and milk. يا الله إيه اللي بيدينا الميت والملك؟ ها اللحم واللبن. elephants birds buffaloes horses طبعا الإيه الجاموس والأبقار. number 6 when you go on a boat trip on the Nile لما هنذهب when you go on a boat trip on the Nile في النيل لما تذهب في رحلة كده بالقارب في النيل
You can see a beautiful what? You can see what? Season, shark, scenery, guide. طبعا اكيد لو انت راكب مركب في النيل هتشوف مناظر طبيعية جميلة جدا، فهتبقى scenery. Okay. Yes. نيجي للتمرين اللي بعد كده. هنا number one بيقول لي they were traveling around the desert on what? They were traveling، هم بيتجولوا حول، بيتجولوا يعني بياخدوا جولة في الصحراء. on a on cats، لما الواحد بيروح يعمل سفاري، رحلة سفاري أو بيتجول في الصحراء، ولا هيتجول على rabbits horses buffaloes. طبعا سهلة جدا جمل، وبتعتمد على حفظك للكلمات. يعني تخيلوا انتوا بمجرد ان انت تكون عارف معنى كل كلمة تسهلك حاجات كتير جدا. فدي عقدتكم يمكن في الانجليزي لطلبة كتير، بسبب ان هم مثلا بينسوا، ملهمش خلق يحفظوا كلمات، مش عارفة في ايه اللي شاغلهم يعني اهم من المذاكرة وان هم يركزوا في مستقبلهم وفي الدراسة. بس يعني ايه، نحاول نتخلص من الكسل والملل بتاعنا ده شوية، وصدقوني هتلاقوا الانجليزي اسهل من مادة اللغة العربية ان شاء الله. نكمل في الصفحة اللي بعد كده. number two this bed is very what. هذا السرير، this bed is very ايه. I slept very well، انا نمت كويس قوي. slept ماضي sleep. comfortable careful certain interesting، يا ترى السرير ده كان ايه؟ انا نمت كويس يبقى comfortable مريح. number three is there a what petrol station. my car has little petrol. طبعا إذ معناها يكون، ولما بتيجي في البداية في بداية الجملة بتكون سؤال، بيبقى معناها هل. يبقى هي لو جت في نص الجملة معناها يكون، بستخدمها للمفرد. لما هتجيلي أول الجملة هيبقى معناها هل، وهتحول لي الجملة لسؤال، في هنا question mark علامة استفهام. فبيقول لك is there، هل يوجد a petrol station، هل يوجد محطة بنزين. my car has little petrol. My car has little petrol. فيها بنزين قليل. little قليل. هيبقى ايه؟ nearly nearby far high. طبعا انا بسأل بقى عن petrol station، محطة بنزين ايه؟ مجاورة nearby. تمام؟ number four the what showed us the way to the temple. the what يا ترى ايه؟ showed us. الفيرب شو، شو معناها يعرض او يبين او يوري. اقول لك مثلا وريني ايه اللي في ايديك ده، شو مي وريني. showed us بيورينا. the way to the temple الطريق للايه، للتمبل للمعبد. يا ترى مين اللي بيبين لنا او بيوضح لنا؟ vet receptionist guide waiter. سهله جدا، اكيد المرشد الجايد. نيجي لنمبر 5 visiting hurghada. visiting hurghada يعني زيارة الغردقة space. like fun in summer يعني قد ايه هي ممتعة في الايه، في الصيف. طبعا كلنا عايزين نطلع على الغردقة والله في الظروف اللي احنا فيها دي. takes sounds gives makes. ها طبعا ده expression كده احنا حفظناه على بعضيه. هقول ايه؟ visiting hurghada sounds like fun. okay sounds like fun يعني يا لها من متعة. number six I cleaned the hall. أنا نظفت كل الايه، around my house حول منزلي. country area mountain desert. طبعا نظفت كل الايه، كل البلد اللي حوالين المنزل بتاعي، كل المنطقة المحيطة بالمنزل بتاعي. okay number seven I'm very what. I'm very ايه بقى؟ to find two jobs at the same time. يا ترى انا ايه؟ to find ان انا اجي two jobs وظيفتين at the same time. يا سلام بقى مين المحظوظ اللي يلاقي وظيفتين في the same time نفس الوقت. sadly lucky unlucky luck. طبعا اكيد شخص محظوظ فهتبقى lucky. نيجي okay. للسؤال الجميل ده اللي بيحتاج تشغيل دماغ سيكة كده بسيطة. هنا السؤال ده طبعا بيجيب لك جملة زي ما احنا عارفين، وفيها كلمة مش مظبوطة، مش الكلمة الصح اللي في المكان الصح، فاحنا هنصحح الكلمات اللي تحتها خط. number one بيقول لي ايه؟ what did he say of سقارة. what did he say of سقارة معنى السؤال
هو قال ايه عن سقارة؟ طبعا احنا عارفين ان سقارة منطقة تاريخية في مصر. طيب احنا خدنا في الاكسبريشن الامبورتنت اكسبريشنز او التعبيرات المهمة ان الفيرب say بيجي معاه حرفين جر، ممكن اقول say about or say to وعرفنا الفرق ما بينهم. يا ترى بقى هتبقى say about or say to؟ say to بستخدمها لما اكون بخاطب شخص قدامي، بتكلم مع شخص اقول say to احمد، say to سارة مثلا. لكن say about يعني بتكلم عن حاجة، بتكلم بقى عن شيء، بتكلم عن شخص، تمام؟ مش حد قدامي وبتبادل معاه الحوار أو الحديث، فهنا هتبقى say about سقارة. yes. number two، some of tunes in the desert are 150 meters high. عايزة أقول إن بعض الإيه بقى في الصحراء بيكون حوالي 150 مترا ارتفاع، يعني ارتفاعه 150 متر. يا ترى هي كانت الكلمة ايه؟ الكثبان الرملية، هتبقى ايه؟ بس حرف واحد اللي هيتغير، بدل التي دي دونز. yes. number three، life in the desert is very hard. الحياة life in the desert، desert هنا دي معنى حلويات او حلوى، is very hard صعبة جدا. اكيد اي حد ممكن يعيش في الصحراء دي حياة، خاصة في اليومين اللي احنا فيهم الحر دول، فهتبقى ايه؟ desert. okay. ف desert بس just one s not double s. okay. يعني هنشيل بس حرف s محطوط زيادة. number four، a farmer works on a farm or what؟ a farmer المزارع او الفلاح، works on ايه؟ بيشتغل فين؟ في الفارم، صح، بس حرف واحد بدل ال o هيبقى ايه؟ farm مزرعة. number five، the place I visited had green areas by the river. the place المكان I visited اللي انا زرته had green areas في مناطق كتير خضرة، تمام، by the river بالقرب من او بجوار النهر. by the river طبعا مش buy يعني يشتري، الفيرب buy هي بس just two letters. okay. فهنكتب حرف الجر buy. okay. by the sea بالقرب من البحر، by the river بالقرب من النهر، وهكذا. number six، a desert is a place which is very wet. الصحراء هي عبارة عن مكان، is يعني يكون، خدناها مع المفرد اهو، is a place هي مكان، which معناها ايه؟ which من الروابط اللي خدناها في الترم الاول، الذي او التي او الذين. اوكي، تنفع للمفرد وللجمع بس بستخدمها مع غير العاقل. اوكي، is very wet. طبعا الصحراء من الاماكن الايه؟ هنا بقى في الجملة دي عايز ايه؟ عكس الكلمة، تمام؟ هنا wet يعني رطب او مبلل، مكان رطب طبعا، لا الصحراء مكان جاف، فعكس wet ايه؟ dry. yes. number 7، whales are some of the largest animals on that farm. whales الحيتان او اسماك القرش، are some of the largest animals من الحيوانات الضخمة on the farm بتكون في المزرعة. لا طبعا، ايه الحيوان الضخم اللي بيكون في الفارم في المزرعة؟ yes buffalo. وطبعا هنا زي ما الكلمة جت لجمع، لازم برضو الاسم اللي اجيبه بديل ليه يكون جمع، فهنا buffaloes جمعتها، بس هنا كلمة buffalo منتهية بأو، في بعض الكلمات هبقول لكم عليها بتنتهي بمقاطع كده معينة في الاخر، بدل ما بنضيف اس الجمع بنضيف اي اس عشان منتهية بحرف الاو، تمام؟ نقولهم سريعا، لو انا شفت اي كلمة منتهية باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس وانا عايز اجمعها، عايز اجمع الاسم ده، هضيف له اي اس، تمام؟ سريعا كده. طيب لحد هنا حبايبي الفيديو بتاعنا انتهى، اتمنى تكونوا فهمتوا ويكون الشرح واضح وبسيط. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. لو ما اشتركتش اشترك في القناة، دوس على زر الجرس اللي تحت الاحمر دوت، وفعل الاشعارات عشان كل فيديو ينزل يوصل لكم، تمام؟ حاولوا تتابعوا معايا، حاولوا تحفظوا الكلمات اول باول، ما تخليش يوم يعدي عليك الا وانت مذاكر مثلا، ولو نص ساعة خدها من وقتك احفظ فيهم 10 كلمات جداد، اعرف فيهم معلومة جديدة، حاول تستفيد من وقتك ومن عمرك، لان صدقوني الوقت اللي بيمر علينا ده ربنا هيسألنا عليه وهنتحاسب، فما تخليش العمر يضيع كده، تمام؟ نسأل الله الاخلاص في القول والعمل، وربنا معاكم ويوفقكم جميعا. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.